كيفك الله؟ شوف ايش رايك بدي السيارة؟ يبي لي سيارة داوم عليها. أم عاد رابتر داومين بالعمارية أنتي؟ لا خذي لي الصينية بس زين لس خلص أمورس. لا لا صينية لا، كفاية صديق تأثير كل ما راحت الوكالة قالوا لها تعالي بعد أسبوعين. إيه بس رابتر غالي، مين بيشتري لس؟ إلا ولا ما تدوي على سيارة عامر، اللي لا شغل ولا مشغل. سلامات يبا، تبين أداوم بونيت؟ وش تبغى البنات يقولون عني؟ حبتين. ومن حصل الهلي؟ أقول بس دزيها ما أنت بقدة. ما بيه، وجعل عمري ما صرت قدة. طب اسمعي، خابر لس واحد من العيال عنده كباس، أربع شكامين، يطرب بالخط يوصلس الدوام بسرعة. يبا أنا ما أبغى سيارة مستعملة، ما أبغى الوظيفة، بقعد في البيت. لا 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 لا. اللي داومي وكيلة من مصاريبك، أنا بدور السيارة مناسبة. الله لا يحرمني منك يبا. هذه السيارة الزينة، اصغيرها وسألها فيها. هلا طال عمرك، تأمرني بشيء؟ ما يأمر عليك عدو. كم قيمة السيارة دي؟ السيارة هذه 155,000 شامل الصيانة والضمان. عجيب والله، ورا ما تشترين الراوتر؟ لا يبا، ما عاد أبغى الراوتر، أبغى ذي وقعت في غرامها. على طار الغرامات، السيارة بتكون باسمك والقسايم كلها عليك. أبي نفس هذه بس أسود. هلا والله بالسيارة البطلة. ألف مبروك، يعطيك خير ويكفيك شره. الله يبارك فيك عمر. السيارة ذي ما عاد بيها، رجعوها. سلامات، ماخذة لبن انتي؟ بعدين تعالي، لا يكون اكتشفت انها مرشوشة وغشينس. لا بس شوف اللوحة ناظر ورع. ورع انت وش كالس؟ احترمي نفسك، لا الحين اسدد لك واحدة قدام الوكالة. غبي انت، ما فهمت؟ اقرأ زين. واو را عين ورع. عشان كذا ضق صدرس. خلاص خلاص لا تشيلين هم، نسقط اللوحات. ابي لوحه باسم نوف. المشكله حرف الفاء ما نزل، لكن في حل. وشو؟ ناخذ لس لوحه نوق ونحط مسمار على حرف القاف، وبكذا يصير حرف الفاء. لا اذا ما في نوف خلينا ندور غيره. طيب طيب طيب. اوف اوف اوف، عندي لس لوحه راكب عليه 100%. وشي؟ حسن. طيب بطه. طب دلع. الله هذه حلوه، ابيها بيها عامر. تكفى، وش دخلني انا؟ الرجال عرض ب 10,000، معش دراهم. ها لوحه سياره ب 10,000؟ لو سيارتي لوحتها ورع ما غيرت. وش دراك؟ اقصد تكرم يبا. ها شفتي، ابوي يقول لو لوحه سيارتي ورع ما غيرته. انت ليش متحسسه؟ خلاص يبا، انا السياره ذي ما عاد ابيها. اسمع يا عامل، خذ السيارة وبيعها. هي بس يبا، إذا بعت السيارة باللوحة ذي بينزل من قيمتها 50,000. عجيب والله. هلا والله بالدلع. دراهمك جاهزة؟ إيه جاهزة، بس بسألك ليش تبي تبيع اللوحة؟ انت شايف وجهي اي شيء يدل عن الدلع؟ لا، شايف وجهك شيء يدل على الهلع. هذا هو السبب، اخوياي الرخوم شرواك ماخذيني جدول رايح جاي، وانا ابي الفك. شرواك الطيب. ها شو وضعك؟ جاهز بتخلص؟ ايه جاهز.